كمان شويه شنط يا ماما هيعجبوكي قوي. تعالي وريني يا اختي، تعالي وريني على قلبك قد كده. بصي يا ماما، بصي حلوه ازاي. حلوه يا بنت الشنطه دي، حلوه، ذوقها راقي كده، دي هتعجبك اكتر انا عارفه. ايوه كده، ايوه هو اللون الاسمر كده، حلو في كل حاجه. ايوه، والكيس يا بنت اللي فاضل ده فيه ايه؟ لا الكيس ده بقى مفاجاه، هبهرك هبهرك. بصي بقى، توتي باك. توتت مين يا اختي؟ يا ماما يا ماما، للاستخدام السريع ده كده، اللي هو اي نزوله بسرعه بسرعه. بصي اللون ده، بصي ده حلوين يا اميره، حلوين. قومي بقى يا بنتي، قومي حطي لنا اكل، قلبي هيقف من الجوع. حاضر يا ماما. طب هلم بس الحاجه دي واحضر لك الفطار على طول. يا اختي سيبيهم دلوقتي وهم هيطيروا، ناكل الاول وبعدين دخليهم جوه بقى، ولمي حاجتك واعملي اللي انت عايزاه. ماشي ماما. احضر الفطار ازاي؟ مفيش عيش. عيش؟ ايوه صح يا بنت. طب ما تنزلي داخله اخد دش يا ماما، على انت ما تنزلي تجيبي عيش وتيجي. بص اللي ما منهاش منفعه ابدا. طيب خدي يا بنت، خدي من ايدي، خدي. ايه ده يا ماما؟ ايه اللي ايه ده يا بنت؟ ايه ايه؟ اخدت كوكو باك. مش انت قلتي لي ان الكوكو باك دي بتاعه الاستعمال السريع والمشاوير؟ انا كمان رحت جبت خضار وعيش سريع سريع يعني.